اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد. واليوم كما غتشاهدوا معايا ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه تاع الكنافه. الكنافه التركيه اللي هي كتكون يعني وصفه بامتياز لشهر رمضان معروفه. يعني هاد المعسلات هادو كيداروا في رمضان. ان شاء الله غتشاهدوا معايا الطريقه اللي هي بسيطه وسهله في وقت واحد. وهنايا غادي ندخلوا على بركه الله. غادي نبداو بالشرابات اللي كنديروا لهم جوج كيسان تاع الماء. كنحتاجوا لهم جوج كيسان الماء وكاس تاع سكر سنيده وغادي نحركوهم مزيان. انا اليوم غادي نحاول نشارك معكم الطريقه اللي باش كيديروها. سينو بالنسبه للناس اللي بغات ديرها باللمسه المغربيه ممكن تعوضها بالعسل. انا هنايا بغيت نديرها بالطريقه اللي كيديروها هما. هنا من بعد ما خلطتها قبل ما نديرها فوق النار خلطتها مزيان ودرتها فوق النار. هيا كنبقى نستمروا بالتحراك واحد 10 دقائق كيكون عندنا واجد. وهنايا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوا الكنافه. 500 غرام تاع هاد القذايف تاع الكنافه. وغادي نحتاج هنايا غير 250 غرام تاع بيستاش. وغادي نحتاج لهاد الفرماج اللي كيستعملوه هما الاتراك الكنافه، راها مكتوبه فيها الكنافه. وهنا غادي نستعمل الفته هذه كانت متواجده عندي. يعني من الافضل نستعملوا الفرماج الاول، هذاك اللي شفتوا معايا هو هذا. هذا هو اللي زعما هو اللي كيكون زوين رائع الكنافه. وغادي نحتاجوا 120 غرام تاع الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. وهنايا غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا هاد الكنافه هادي ولا القذايف كما كيقولوا لها. غادي نقطعوها هكذا بالمقص. نحاولوا نقطعوها من الاحسن بالمقص، سينو ممكن تقطعوها بالموس. خا بالموس غتجيكم شي شويه صعيبه، انا كنفضل نقطعها بالمقص. كاين اللي كيخليها طويله ولكن الافضل يعني باش تحكموا فيها مزيان، لان من بعد غنديروا فيها الزبده يكون احسن الى يعني نقطعوها. وهنايا كنشد هاد الفرماج، هذا هو اللي قلت لكم هذا خاص بهذا النوع تاع الكنافه اللي كيكون رائع. وبالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم هاد الفرماج ممكن يعوضوه بلا موتزاريلا. فرماج تاع الموتزاريلا حتى هو يعني حتى هو وافي بالغرض، ماشي بالضروره الا ما عندكمش هذا. بلا توفر عندكم هذا وحضركم شي ماغازا تشوك يكون احسن، لان انا حتى بالفرماج العادي تاع الموتزاريلا درتها وجات زوينه. كنحاول ديما نتفكر نقول لكم حاجه باش تقدروا تعوضوها. وهنايا كما لاحظتوا معايا من بعد ما قطعت هاد القذايف هادو بالمقص ضفت لهم جوج معالق كبار تاع سكر سنيده، باردون ماشي سكر سنيده، سكر ثقيل. وكنحاول بحال هكذا نمزجها بيديا، يعني كنحاولوا نشوفوا بان داك السكر راه مندمج. واخا غادي نزيدوا هنايا الزبده اللي من بعد ما ذوبتها. بالنسبه ليا انا استعملت 120 غرام، يعني ممكن بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوا حتى اكثر ممكن يستعملوا اكثر، انا ما بغيتهاش تجي ثقيله بزاف. وغادي نستمر بحال هكذا، غادي نحاول نمزجها نعرفها مزيان يعني تمزجات. غادي نحبس. يعني هاد الوصفه هادي اللي هي سهله وما كتشدش وقت ويعني وكنبدلوا شي شويش من المعسلات تاعنا. يعني المعسلات تاعنا تاهما رائعين ولكن ما فيها باس نحاولوا نديروا اشياء اخرى يعني وصفات اخرى. وبهذا من بعد انا ما مزجتش هذيك الزبده، كناخذ هاد المول هذا اللي فيه هاد القوالب اللي هما صغار كندهنهم بالزبده، لان انا هاد المول هذا غادي نستعملو باش غادي نديرهم صغار يعني فرديين. ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم حتى يعني وحده كبيره. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروهم فرديين بحال هكذا ويجمعوهم ممكن، وبالنسبه للناس اللي بغاو يديروها عائليه ممكن. هنايا كنحاول نمسح الجوانب اللي يعني اللي قصتهم بالزبده. وغادي نحاول هنايا كما تلاحظوا معايا كناخذ شويه، كنحاولوا هنايا نديروا بحال شكل عشيشات. غادي نحاول هنايا نضغط عليهم بواحد الكاس. غادي نحاولوا بحال نديروا حفيرات، نعرفوا بان القاع تاعها يعني مغطي بهاد القذايف. نحاولوا نديروا بحال حفيرات بحال هكا، لان من بعد هذوك الحفيرات غادي نديروا فيهم الفرماج.
ونخليكم مع الصور ونرجع معكم ان شاء الله. وهنايا من بعد ما كنديروا الفرماج كنعاودو كنغطيوهم بهاد القضايف بهاد الطريقه هادي، واللي من بعد حتى هما غادي تلاحظوا معايا انني غادي ندير لهم هاد الكاس هذا، نحاولوا نضغطو باش يعني باش يجونا مجموعين، يعني ما ديروهمش هكذاك عشوائيا وتخليوهم، من الاحسن تضغطو عليهم باش كيجونا مجموعين كيجي الشكل تاعهم كيجي حليلو الشكل تاعهم. فوالا انا غادي نستمر هكذا حتى غادي نصايب يعني هاد المول هذا كله. والاشاره يعني بالنسبه للناس اللي ما يبغوش يديروا هاد الكميه هذه اللي هي كتبقى كميه كبيره تاع 500 غرام، اللي ما بغيش يديرها في يعني في مره واحده، راه ممكن ياخذ غير الكميه اللي غادي يحتاج ومن بعد يعاود يدير هاد الكنافه هادي، يعني على شكل بحال شكل الرزيزه تاعنا. كتفكرني انا ديما بالرزيزه تاعنا، ممكن نديروها في واحد الكيس غذائي بلاستيكي ونسدوه ليها مزيان ونخليوها في الثلاجه ما كيوقع ليها والو، ونعاودو نستعملوها من بعد. يعني غير حنا خصنا نسدوه ليها مزيان باش ما يدخليهاش الهواء باش ما تقصحش، انا الا قصحت ما يمكنناش نستعملوها. وهنايا غادي نشارك معكم وحده كبيره يعني عائليه يعني بالكنافه هذه اللي بقات عندي، غادي نقسمها هكذا على زوج، غادي ندير النصف الاول في اللاطا كما كتشاهدوا معايا، يعني كنديروا على شكل يعني تاو بحال كنحفروا كنحاولوا نطلعوا الجوانب فيهم الكنافه باش هذاك الفرماج يعني ما يكوليش لينا في الجناب، يعني خصو يشد في هذيك الكنافه. وهنا كندير هذا الفرماج هذا كما قلت لكم هذا الفته، ولكن الى عندكم متوفر عندكم هذاك الفرماج اللي وريتكم في الاول، هو هذا اللي بقى ليا من هذوك الصغار، كنضيفو هنايا يعني هذا كيجي رائع. كما قلت لكم ممكن تعوضوه بالفرماج الاخر هذاك لا موتزاريلا، ما هذا تاع هذا تاع المعزي، فرماج المعزي شي شويش مالح، يعني كنأكد لكم بان ضروري ديروا هذاك الفرماج اللي يا اما موتزاريلا ولا ديروا هذا الفرماج هذا الصفر اللي وريتكم تركي. وهنا كنضيف لهم بيستاش، هنايا بيستاش من بعد 250 غرام حيت لها القشره تاعها وطحنتها، كنضيف هنايا بيستاش يعني الجهد اللي تبغيو، وكنضيف القليل من السكر من الفوق. انا ضفت السكر لان درت هذاك الفرماج كما قلت لكم هذاك تاع المعزي، شويش مالح، يعني درت جوج معالق تقريبا تاع السكر كلاصي من الفوق. الا غتستعملوا غير الموتزاريلا ما تحتاجوش تضيفوا ليها السكر، لان من بعد غنديروا الشرابات. ومن بعد ما درت الطبقه الاولى تاع الكنافه ست الطبقه الثانيه باش غطينا هذاك البيستاش وغطينا به سي الفرماج. وانايا كنحاولوا كنشعلوا ليها النار كما شاهدتوا معايا، درتها فوق البوطه شي شويش يعني كتحمر لينا من التحت قبل ما ندخلها الفران، اللي كنكون سخنته من قبل على درجه حراره 180. كنديرها في الوسط تاع الفرن وكنخليها كطيب. وهنايا من بعد ما طابت لنا هاد الكنافه اللي هي صغيره، مباشره من بعد ما كنخرجوها من الفرن كنضيفوا لها هاد الشرابات كنسقيوها. الشرابات كيكونوا باردين بطبيعه الحال وهي كتكون سخونه، ولا العكس صحيح باش ما تعجنش معنا. انا هنا غادي ندير لها السيرو على جوج مرات، يعني غادي نخليها تتشرب وغادي نعاود لها عاوتاني، لان هاد الكنافه هادي يعني معروفه عندهم كتكون مسقيه بزاف كتجي حشيشه. انا هنا غادي نوريكم كي كتجي يعني من بعد فاش كتبرد، المهم كيخليوها هما يعني فيها بزاف كيديروا فيها السيرو بزاف. وهنايا كما كتلاحظوا معايا يعني كتجي رائعه كما كتشاهدوا، هذا هو الفرماج اللي قلت لكم نصحتكم به هذاك الاول اللي استعملته.
فوالا كتجي بحال هكذا كتجبد من الفوق وهي دابا مازال سخونه، يعني كروستيونت في وقت واحد يعني رطبه. هنايا كما قلت لكم انا كنعاود كنسقيها المره الثانيه، وهنايا كنزينها بالبيستاش. وبالنسبه للناس اللي بغاو يديروا بيستاش في الوسط يعني مع داك الفرماج كما درت لهذيك الكبيره، ممكن انا هنايا فضلت ندير لها هكذا. ويعني وهذه الطريقه هذه يعني كتجي رائعه، كتجي غزاله من بعد فاش كتجلس، يعني كتجي حسن، يعني من بعد ما كتجلس وكتبرد كتكون شربات كيكون لوغو فيها يعني باين. وانا كما كتشاهدوا معايا كنضيف لها السيرو وكنخليها كتشرب، والتزيين غادي تزينوها بالطريقه اللي تبغيو. التزيين كيبقى اختياري، انا هنا زينتها كما كتلاحظوا معايا بقليل من البيستاش والورد. وفوالا كنتمنى ان شاء الله هاد لا غوسيت هادي تعجبكم، اللي هي سهله وما فيهاش تعقيدات بزاف، ما فيهاش الوقف بزاف، وكتجي لذيذه. يعني نجربوا حوايج اخرين علاش لا. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، والا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه وديروا لي لايك وتخليوا لي كومونتير وتقولوا لي الراي تاعكم في هاد الكنافه. وبهذا كنضرب لكم موعد الفيديو مقبل ان شاء الله، وكنخليكم على الف خير، وكنقول لكم مبروك عواشركم ورمضان كريم، ومع السلامه حتى الفيديو مقبل ان شاء الله.